حتى قال هذا فريق حتى وإن حدثوا أن فازوا علينا فيجب أن نعود إلى بيوتنا بالطبع مرفوعي الرأس بالأداء البطولي الذي نتوقعه في مباراة اليوم بين ليغانيس وبرشلونة. أيضا على مستوى الجدول ويكون حاضرا في المركز العاشر برصيد 16 نقطة، وبالتالي يقف خلف ليغانيس صاحب المركز التاسع الذي يستضيف في هذا اللقاء هنا على أرضه في ملعب المونيسيبال دي بوتاركي، الملعب الخاص بنادي ليغانيس. يستضيف برشلونة للمرة الثانية تاريخيا بعد أن جمع الفريقين لقاء في الموسم الماضي في بوتاركي، هذا الملعب الصغير جدا والثاني أصغر الملاعب في الليغا، الملعب الذي يتسع ل 11 ألف متفرج، ثاني أصغر ملعب بعد ملعب أيبار الذي يتسع ل 7000 متفرج، يعلن من خلال ألبيرتو ماينكو أجل الوصول إلى شباك شتيغن، تقدم بلمسة ملعوبة في الجانب المقابل لكن أيضا تغطية وإبعاد، عادت الكرة إلى القائد مرة أخرى أندريس إنييستا، لمسة بشكل مثالي جدا من لويس سواريز، أمامية ملعوبة المحاولة الماضية وصلت إلى سواريز لكن متسلل يسجل أخيرا لكن هدف ملغي بداعي التسلل. يبدو بأن جوردي ألبا شايفين الكرة الماضية لحظة التمرير ولو أن الشك كان موجود لكن القرار يأتي من الحكم المساعد الأول في اللقطة الماضية. إبعاد الكرة والمحاولة الماضية وصلت مرتدة سريعة هنا، التقدم يأتي من نور الدين مرابط يبحث الدخول ينجح في ذلك يلعبها، نور الدين مرابط يتقدم بشكل مثالي جدا في المحاولة الماضية ويمر بشكل مميز جدا ويلعب كرة لكن عدت وتجاوزت المرمى ووصلت إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى في المحاولة الماضية عن تقديم مستوى يجعل ثابت في تشكيلة المدرب إرنيستو فالفيردي في الفترة القادمة من منافسات الدوري وبقية المنافسات القارية. كرة بمحاولة لمصر ليغانيس، تسديد للبرازيلي جابرييل لكن كرة إلى خارج أرضية الملعب، جابرييل هو اللي سدد الكرة والمحاولة الماضية لكن مرت بجوار القائم تحولت إلى خارج أرضية الميدان، ركلة مرمى عند الحارس تير شتيغن. هنا في الجهات اليمنى تصل عند باكو الكاسير، الآن عودة إلى سيميدو يلعب المحاولة عند بوسكس أمامية، يا سلام عرضية خطيرة، عودة بعد غياب يسجل لويس سواريز، فك النحس فك العقدة، رابع أهدافه وهدفه الأول منذ أكثر من شهر يسجل سواريز ويعطي التقدم لمصلحة برشلونة. شوف الكرة الماضية، الله 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 على الاستلام، بعد ذلك يأتي ألبا وسواريز من جديد، أنا هنا أنا موجود أنا لاعبا للبارسا أنا مع ميسي، لا يمكن أن أغيب وإن غبت فلا بد أن أعود يسجل لويس سواريز الآن هدف كفيل جدا بعودة لويزيتو. يا أخي طلع أسنانك خلص ابتسم، سجل سواريز. يأتي في اللقطة الماضية المدافع أو هذا روبن بيريز هو اللي يبعد الكرة والمحاولة الماضية أمام ليونيل ميسي، عادة أمامية وصلت إلى نور الدين مرابط تمريرة مثالية جدا خطيرة جدا وصلت إلى مواطنة زيبانوسكي الأرجنتيني القائد، لكن تير شتيغن يتصدى يبعد المحاولة الماضية خطيرة جدا لمصلحة ليغانيس، البحث عن التأتيل المستمر والفريق صاحب الأرض لا زال يؤمن بقدراته، كرة ملعوبة أومتيتي يبعدها، عادت المحاولة من جديد إلى نور الدين مرابط في الجهة اليسرى لمصلحة ليغانيس، لمسة أمامية للبرازيلي أو لمواطنه الآخر نبيل الأزهر، نبيل يبحث عن التقدم
امام جيرار بيكي، عوده الى نور الدين، مرابط في الجهه اليسرى، بيكي عنده بطاقه صفراء، مرابط يسدد لكن كره تصطدم في الشباك الجانبيه وتتحول الى خارج ارضيه. يا سلام يا سلام على تمريره من نور الدين مرابط الى القائد الارجنتيني زيمانوفسكي الذي يسدد، لكن تير شتيغن يثبت فعليا الآن المحاولة لا زالت مستمرة والتغطية لا زالت حاضرة والصافرة تنطلق من ألبرتو ماينكو حكم المباراة ليعلن رسميا نهاية شوط المباراة الأول بعد 45 دقيقة بالتمام والكمال بتقدم برشلونة بهدف مقابل لا شيء. بيوفيو اللاعب المعار من سيلتا فيغو والرجل لاعب فريق او منتخبي وصلت الى رمي التماس عند ليغانيس. الدافع الموجود عند ليغانيس يبدو اكبر والرغبه في تسجيل هدف ممكن ان تاتي كره فيها محاوله ملعوبه اماميه خطيره تاتي. شتيغن مره اخرى تير شتيغن يتصدى للمحاولة الماضية، يمنع ليغانيس من التسجيل، يبحث عن الإبقاء على نظافة شباكه، لا يريد بأن تهتز وأن تهتز الصدارة معها. شوف التمريرة الماضية وصلت إلى بيوفيو لكن تسديدة تأتي من لاعب غوادالوب الفرنسي بأقل مجهود يصل من خلاله لمواجهة يوفنتوس في اليوفنتوس أرينا يوم الأربعاء القادم في واحدة من أهم مباريات هذا الموسم على مستوى ضمان صدارة مجموعته الأوروبية من خلال مواجهة يوفنتوس وقبل النهاية بجولة. باولينيو إذن البديل الثاني، تبديلين بالنسبة لبرشلونة في مباراة اليوم. كرة عند اللاعب ألبا، جوردي ألبا، وصلت إلى باكو الكسير، إلى ليونيل ميسي، إلى الكسير. في الجهة اليسرى تمريرة من ميسي وصلت إلى الكسير ثم إلى سواريز. افتح أبوابك أنا سواريز، أنا من اعتدت الوصول فلا يقف أحدا في وجهي. يحطم من جديد كل الأبواب ويصل للمرمى ويسجل خامس أهداف في هذا الموسم، عودة من الباب الكبير على طريقته الخاصة وبالطريقة التي يحبها دائما وأبدا. الآن عاد سواريز والمحاولة الملعوبة، عفوا مباراة الفوز على بيتيس بهدفين مقابل هدف واحد، باكو الكثير سجل في ذلك اللقاء في الكرة خطيرة جدا نور الدين. يتألق شتيغن الرجل الذي يتقاسم نجومية المباراة مع سواريز في اللقطة الماضية، يتصدى لنور الدين مرابط ولمحاولة خطيرة جدا. شتيغن صنع الفوارق ويقف في صدارة مجموعته محليا وأوروبيا. شوف الكرة والمحاولة الماضية، خطأ يأتي في التدخل من أومتيتي، وصلت إلى نور الدين. مارك تير شتيغن ويبقي على الشباك نظيفة وعلى قوة فريقه دفاعيا ويستمر بهذا الأداء الكبير في مباراة اليوم. كرة تصل عند باولينيو، لمسة في اللقطة الماضية لم تكن بالشكل المطلوب، عادت مرتدة سريعة في الجانب المقابل، محاولة لمصلحة ليغانيس وصلت عن طريق اللاعب زيمانوسكي في منطقة الجزاء سدد. لا 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 ثابت 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 تير شتيغن يتصدى للمحاولة الماضية. أنا مشاهدينا متابعي قنوات بي ان سبورتس في كل مكان، وبرشلونة يتقدم في انطلاق أو في ثاني مباريات الجولة الثانية عشر. كرة تصل عند باولينيو البرازيلي إلى لويس سواريز، لمسة إلى ألبا، إلى سواريز، تسديدة عادته أليكس فيدال يسدد لكن كرة تعلو العارضة وتتحول إلى خارج أرضية الملعب
والمحاولة بعد ذلك إلى ركلة مرمى. في مرة أولى حاول سواريز لكن التصديات من دياغو ريكو، وفي المرة الثانية سدد أليكس فيدال والكرة بعد ذلك بعيدا عن المرمى وصلت إلى خارج أرضية الملعب. قدم خدمة لمصلحة البرصة من خلال المنافسة، إما أن يبعد الريال أو إما أن يبعد أتلتيكو أو أن يبعد الاثنين معا. كرة لليونيل ميسي وسدد حارس المرمى سواريز. كويلار يتصدى في اللقطة الماضية في المرة الأولى لتسديدة ميسي، وفي الثانية لتسديدة سواريز، وفي الثالثة يصنع لمصلحة فريق ليغانيز محاولة ملعوبة لكن تغطية وإبعاد، تغطية وإبعاد، لكن المدافع سالدوا هو من يتدخل ويبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. شوف المحاولة، يا سلام يا كويلار، يا سلام يا كويلار، في المكان المناسب في مرتين أبعد الكرة. والمحاولة الماضية أعاد الكرة لمصلحة فريق مرتدة وصلت في الجانب المقابل. الآن من جديد برشلونة يحاول مرة أخرى من أجل الهدف الثالث. راكيتيتش لمسة إلى أليكس فيدال في المنطقة، سواريز وصلت إلى ميسي، أمامية ملعوبة، ألبا داخل المنطقة. الآن ميسي يحاول يسدد، لا زالت قائمة مستمرة. باولينيو جول، برشلونة ميسي يسقط، لكن يا بالمارسان يسقط حتى وهو على الأرض يصنع الفارق والأسست ويقدم هدية لباولينيو الذي يضع الكرة في المرمى ويعلن عن ثالث أهداف البارسا ورابع أهدافه الشخصية في هذا الموسم. شوف الإصرار، شوف المتابعة، شوف المحاولة، لا يأس، لا استسلام. أولى أبعدت، ثانية تصدوا، حاولوا، يسقط في أرضية الملعب، لا 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 لا، يصنع الفارق ويصنع الهدف، يصنع الهدف حتى وإن كان في أرضية الملعب ساقطا، لا تأمن لغدر ميسي. يصنع في الكرة الماضية، والبرازيلي باولينيو هو الرجل الذي يسجل ويضع الكرة في المرمى ويعلن عن رابع أهدافه في هذا الموسم ويواصل ظهوره المميز جدا هذا الرجل في هذا الموسم بعد أن كان قد سجل في مرمى أتلتيك بلباو وفي مرمى أيبار. والتألق الكبير لتير شتيغن هو من أعطى هذا الانتصار بالنسبة لبرشلونة بثلاثية نظيفة. مشاهدينا